بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل أو فصل باسي هاو تشني جنو مردانكا هاو تشني بعربي بيغوتي كفاءات، يعني لصفتكاني تاكدا أو جنو مرده وشي إقبن أزا أو كفاءات واتا هاو تشني جنو مرد ما في جنكي وما في سرپرشكاركي تشي وما في وليكي. يعني جشنك رازي نبي نابي لغيرك في إمارة بكري قصر فرشكارج رازي نبي نابي مارة بكري برام أجل هردو كان اتفاق يعني كر يكش إمارة بكري كهاو سش النبي وكهاو كفء النبي أو كاتي درستا أجل يكش لو دوانا لجنك يعني لو ديكي رازي نبي مارة برينك دروز نابي. أفرمي زوجها الولي غير كفء برضاها، أجل ولي جنكي ما ركض لبياوشي ككفء جنكي نبو برام كما ركض برضاها برازيبون جنكي ما ركض. طبعا هو نكاحك درستك وليك بخوي ما ركض يجنكج رازيبوا أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين، يعني يقلو ولياني كيكسانا يعني لسيبرا أن يقبرا تشول غير كفء ما ركض برضاها ورضا الباقين شي جاكاج رازيبو يعني خشكاكا يعني رازيبو كما ريكيد هلوها برايا كان يدي رازيبون صحة اوش او ماري بغيناش درستلو شنكا ما فكا ما في جنكاشا وما في وليا كانيشا اوانيش ما فكا يخويا نوازي هنا كوابو ماري بغيناكا درست بي. ولو زوجها الاقرب برضاها اگر هاتو وليا شي نيزيق وكو باب مثلا يعني برام لو حارتي كباب نما بي را ماري كير لا كسه شي كا هاو كف اي خوي نبو برام افرتك رازي بو وليكش رازي بو ولينيزيك كا فليس للابعد اعتراض وليدولك ما فيه اعتراض شينيا مثلا برايك باذن خشك كي خوي خشك كي خوي لغير كف اي مارك ما محقين يا بجوابك او دولو برالو ينيزيك تا. ولو زوجها أحد به برضاها دون رضاهم أجر يقلو ولياني كيكسان مثلا لسيبرا أن يقبراتو ما ريكل به بغير كفئ برضاها آفرتك رازيبو أو براج رازيبو دون رضاهم برام برايا كان دي رازي نبون لم يصح أو ما ربرين دروزنا بما ربرين كناية. وفي قولين لفرمودا شيدا فرمي يصح ما ربرينك صحيح به جنكا حرارة بلا بياوكي برام ولهم الفسخ بو برايا كان دي دروس دا فسخ نكاح بكنا وبرا او كابرايا هاو كفء خشكا كمان يو فسخ نكاح اكينوا جا او فرمودي بهز وبهز افرمي امام نويويز للقولاني او دو فرمودي كبهز وبهزا دينا جي في تزويج الابي بكرا صغيرة لا ماركني بابي كا تشيجي شي ماربكا او تشيجي خوي كذبي برام اشتابلو غينا بوبي صغيرة يعني تشيجي كا بتكورا بي بلو غينا بوبي برام باو شرطي تشيجي او بالغة يعني تشيجي كا هر كذبي برام بلو غي بوبي لو هرد صورتان لشي ماركة غير كفئين لبياو شي ماركة كهاو كفئنا بو بغير رضاها برسي شي بشي جكي نكل بو شي جكا وركي طبعا قلت كاش برسي اعتبار في ناكري. ففي الازهر باطل لفرمودي بهيستر دا ونكاحك باطلة وفي الاخر لفرمودي كي ديكاج دا يصح ما ربرينك دروست بي وللبالغة الخيار او عفرتي كوابلوغي بو وقورة بو شي جكا وركا هل ما في هيك خبري قيشتي فسخ نكاح بكاتوا وللصغيرة اذا بلغت شي جا بسكوركاج وشي بلوغي بو الحاصل باب اگر پرسی به چی جه نکرد چی جه کشی کد بو یعن ها په چی جه کی اگر چکو که بو بلوغی نبو بو ماره کرد لو هر دو صورتان دار لکسو چی ماره کرد که هاو کفه نبو بفرموده به هیز و نکاح که بطارا بفرموده به هیزیش افرمه نکاح که ده افرت که دمی تجنی پیاوکی برام اگر بالغ بو وشي خبري جاي بو هي فسخ نكاح بكاتوا بشكورا كاش وشي بلوغي بو بو هي فسخ نكاح بكاتوا او جا قلت مان بكرن كتي معرفك اگر بي وجني باذن معرفك او دو قولي تيدانين هنجين باتفاق ما ربرينا كدلوز نابي حلي حلال نابي جا اوش زانا
اگر وقتی خوش نگ معرک رابو با اتفاقی برای کانی دو برای سه برای چار برای لکسشی معرک رابو که هاو کفع نبو دوای او پیاوه لی جابو با طلاقه مثلا بو با این پیوستی با معرک برونوی هبو او جاری که معرک رابو یک برای لو برای نبو به ازنی برای کانی دی چو او جنی لکونه مرده کونه که معرک کردوا دیسان نکاح که صحیحه اعتبار به ازنی قدیم كوقت خوي إذن دايا يعني إذن قديم بو تراقي له نبوي توا كأنه وادع دندري كل أول راضي بوينا استاج رازينا بو مسلي تماشاي تحفوني هاي ومغني يبكى ولو طلبت من لا ولي لها أجر آفرتك شوها داواي كرد كهسة فرشكالي نبونا بيكازبو داواي تي كرد أن يزوجها السلطان بغير كفء إن دعوة لكار بدستي كير لفيا وشي ما ربك كهاو كفء خوي النبو لو بين صفتان دين ففعل كار بدستي ما عليك لستر بجنكي لم يصح في الأصحي ما ربرنك دروز نابي لوج في غير كفء أو جولي عامة نابي راضي بي أو جاء وقصال الكفاءة او صفتانی کفاعتی که اعتباری هم پی اکلی لو بابیده پینزن یکم یعن سلامت من العیوب المثبتتی للخیاری دبی مردک سلامت بی لو عیبانی کوا اثباتی پشیمانی بوجنکه یکن که فسق نکاح حبکاتوا مثلا مردک شد نبی گرو نبی برک نبی عینی نبی یعنی ذکری شیلی نبو چی نمیرد نبی پی نکلی جی معی تهر و ذکری شیلی نبو بیتوا اگر یکی چی لو سی صفت لو پین صفتانتی دابو لو وانی تازه باس من کردن معرش بکری معرب روی نکه دروز نبی به ایزیج نکه بلان به ایزیج نکه دروز تبی دوام و حریتون آزادی ها مادام و بفرقی قو عبد کو ایلا لیس کفا لی حرتین نبی تا هاو کفا آفرت چی آزاد والعتيق هروا وكو إليك وآزاد إشكرا ليس كفءا لحرة أصلية نابتها وكفء بحرة أصلي سيم ونسب سيم لخصال كفاءته نسبها فالعجمي ليس كفء عربية كابرايا كعرب نبي هاو كفء عربي أصلي نيا نو عرباني يستاوي بنسب عرب عربي أصلي نو رجز يعني تواوا واني لبرخاتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم رزدان ولا غير قرشي قريشية هلوها أو أفرتيك قريشي أو بياويك قريشينيا هاو كفء أفرتيش قريشينيا تكو عشيرتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم ولا غير هاشمي ومطلبي لهما هلوها لنا قريشيانيش أويك وا هاشمي نبي بياوكا يعني مطلبي نبي أو هاو كفء أفرتيش هاشمي مطلبينيا والأصحاب فالبودي راسل اعتبار النسب في العجم كالعربي نجاد لا عجم عن اعتباري في أكله لكفاءته وقل عربان اعتباري في أكله دباشا أو جاء وعفة تارمينيش لخصال كفاءته داوين باشيا كوابو فليس فاسق كفء عفيفة بياوشي قناح بار هاو كفء إنيا لقال آفرة شي بيقناح بونمونا كابرا يقبلوغي بو قناح بارا دوز نه چی جوره چی بسکوله ایده ماره بکره چکه ماره یکه نایه او یعن گناه باره او بگناه ها و هر و ها لروی بیدعکاری شوا مثلا مردک شیعه بی یعن خوارج بی که اهلی بیدعو دلالنا دوز نه به آفرته چی اهلی سنه ایده ماره بکره هر و ها پیاوک که زینای کرده بی نه بی آفرته چی ایده ماره بکره که داوین پاک بی و زینای نکرده بی خب کرد و حرفه تون پینزم صفت لخصالی کفاعته ايشو كارا كوابو فصاحب حرفة دنيئة او كسي كارو كيشو شي ناشير نتركن اكا ليس كفء ارفع منه نابتها وكفء لقل صاحب كارشي كوا كاركي بي بشرف تربي لوي كوابو فك الناس زبر ماري كورانان او الى كورانان زبري دماري وحجام او اخويني العالم اقري وحارس باسوان وراع شوان وقيم الحمامي بري وبري قرماو حمام وانا ليس كفء بنتي خياتي وانا هاو كفء نين لقاك سي خياتي بس صنعتانا تركني شي ام بيو يا برام اي خياتي تركني بيونيا هل وها ولا خيات بنت تاجر او بزاز كتي خياتيش بخونا بتهاو كفء لقاك تي تاجيري كبازرقانا لان بزازي ككتاب فروشا
ولا هما هروها بازرگان و بزاز که کتاب فروشن اوانی شاو کفنین بین تعالیم و قاضی لگر کتی عالم دینی لگر قاضی هاو کفنین ولام والاصح ان اليسار لا يعتبرو بفرمو دی راستر دورمندی هیچ اعتباری پیناکی و بخیصالی کفاعت دانان اجتماع سبرک دیو دروا وهروها وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض هندق للصفتان فلان برناك لن بهندق صفتي ديكا شون شوني مثلا بري ميردك قروية جنكش بركة قيديناك برانبر بيك ديان راقدين نا برانبر بيك دي رانا جيلي شو إنسان طبيعتي بيزي لغير خو أبيتوا بنوع شواك بيزي لخون أبيتوا إيه وليس له تزويج ابنه الصغير أمة وكذا معيبة على المذهب بباب دروزنيا بتي جارية لشيجي لا كربسكوري خوي معرفك هل وهاجني عيب داري شينا بلي معرفك برام ويجوز من لا تكافئه بباب الخصال في بباقي الخصال في الأصحي بوي هي لا كربسكوري خوي معرفك أوي مكافئنيا لخصلكاندي اتوانی که کناس چه لکوی خوی معرب که با او بخوی تاجیریش بی یعن کتار فروش بی مثلا او قیدی ناکه فلسطان فرموده راست ده او جا فصلون او فصلش باسی جن معرکنی اکا لو کسی که و قدغی لسردان درایا شرع قدغی لسردان درایا مثلا بخوی او من دارک شیطا یعن گورک شیطا یان من داره، یان قرض داره، یان مار بفیرو اده، یان عبده. او انا کوی انجن لی ماره اکری. افرمی لا یزوجو مجن فصلون او فصل بحث و بیانی هندی اکا که جن لمرون فی قد غکره و ماره بکری. لا یزوجو مجنون صغیرون جن ماره ناکری لشیط چی نبارخ. وكذا كبير هل وها لشیطی بارخ ایش ماره ناکری الا لحاظتین تنها لبد پیوستی نبی پیوستی که چیه؟ حزیل جماعی بی بدور جنان دبگری بدور آفرتان دبگری یعنی دو دکتر دو پزشکی مسلمانی عدل بودن اگر جنی بود به هندری تعکب تو آو کاتی فواحده تن یک جنی لی ماره اکثر وله تزویج صغیر عاقل اکثر من واحده بو بابی درسته اگر کرکا بسکوربو عقلشی هبو زیادتر لجنش یشی لی ماره بکه تو عالی تر جنان لکرانه بارگه که خوی ماره بکه مادام عقلی هبی برام اگر شهد بنا بی یک جنشی لیم عرب که ویزوج المجنون تا ابون او جدون این ظهرد مصلحتون هر وها او آخرتی کواشه تا آخرتی شهد چه ماره اکا بابی خوی یان بابی لی ماره اکا این ظهرد مصلحتون اگر برجوادی لیم عرب رینکی دا هبی برام ولا تشترط الحاجتو بمرز دانان ری آخرت شهد که پیویستی بمردی هبی كواب وسواء بودن زبوني معرب برينا كي يكسان فرق يا صغيرة وكبيرة ثيب وبكر أو آفرة الشيطة بلوغي بوبي يان بلوغي نبوبي بيوجن بي يان كزبي برام فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها أقل با أو آفرة الشيطة با أو با بيلي نبون نابي ببتشوشي معرب بكري فإن بلغت جاء أقل بلوغي بو او كاتي زوجها السلطان في الاصحي كار بدست ماري ابري للحاجة لبر في بستيلا لمصلحة النقل بر جواندي ومن حجر عليه بسفهين كسك حجري لسردان رابي لبر سفاهات كماري خويبة في رؤدا والسفيه المبذر لماله مثلا ماري خويبة في رؤدا لحد لراد بدر مسلف يكد لا يستقل بنكاح سر بخو پیناک لیک جنی معرب که ادی چه بل ینکیحو بی اذنی ولیه دمی پرسی بسر پرشکار که خویب که او جهان جیب چی جنی معرب که او یقبلو له الولیه یان سر پرشکار که بچی بوی قبول که جن معرب کنکی فا این اذن له اگر سر پرشکار که اذنی لا جنی بینی و عین له امرأتا پیشی گوید هر فرانه جنی بینا لم ینکیح غیرها ويدنوزنيا غيري أو جني معربك أجا وينكحها بمهر المثل أو أقل كما رشيكا دبي بمهر المثل معربك يعني بكامتن مهر المثل نك زياتر كواب فإن زادا أجا تشو زياتري لمهر المثل كرد معري
فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل بلا المسمى. نكاحك صحيح ب برام بمهر المثل لو ما رينا وبراوا يعني لجنين وسر مهر المثل. ولو قال أجر وليكبا سفيها كيقود بما في رودر كيقود انكح بألف برو بهزار جنشي لكل ما ربك ولم يعين امرأة جنكشي بود يعني نكير أو كاتي نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها لها زاري لقال مهر المثل كما يعني كم تلبو بكم تركي ما عليك. ولو أطلق الإذن أدي أجر بمطلقي إذن دا قوتي حرو ما ربك بعصي هزاري نكر بعصي مهر المثل شي نكر فالأصح صحته بفرمو ديراز أو إذن دا نشر صحيحة برام وينكح بمهر المثل من تليق به لا بمهر المثل أهلة شي لخو ما رأكا كليب وشيتوا إيه هروها فإن قبل له وليه أجر وليك بخوت وشنكي بو قبر كردو لي ما ركر وشتورت إذنه لبي برسي بيبكا بس فيها كي بريت السفيه كي إذن بلا تعبت مش نشد لي ما ربكن في الأصح لفرودي راس تلدا أو ذاك وليك جني لي ما رأكا ويقبل بمهر المثل فأقل بو قبورك بماري هاوينا يان بكمتل لماري هاوينا إيه مهر المثل. فإن زاد أجر زيت لك إلا مهر المثل مثلا صح النكاح بمهر المثل نكاحك هر دي توصل مهر المثل برام نكاحك صحيحة وفي قول يبطل قول شي فرميتي هر بتارة دك وابو قشتنا نتيجة ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل. أجر السفيه ببي إذن وليكجني ما ربك نكاحك باطلة أدي فإن وطئ أجر جماعي شغل أو جنيك الكماري كل يوم نكاحك جي باطلة لم يلزمه شيء سفيه كهيتي ناكي لسرى نماري لسرى نحد زيناشي لسرى حد زينا إلى بر شبه كي لسرى أو ديك جعفرتك بخول خوي تسليم كذي إلى بر هندي هيتي لسرى. وقيل مهر مثلين قيل شيء ضعيف قلت مهر المثل ده بيبدا حق الجماع كي. وقيل أقل متمول قيل شيء قلت هر هندك مالي بدا بس إيه ده زور تاكا أو بحثي مفلسي بو هاتي بحثي سفيه بو دين سر بحثي مفلسي. ومن حجر عليه لفلسين كسر حجر لسردان لابي لبر قرز داري هندي قرز داري قرزكان حمو ماري بقرنوا إذا حجر شي لسردان لابو تسكاري ماري خوينكا أو يعني يصح نكاحه دروس سبب إذني وليكي خوي بسيج نشي لخو ماربكا برام ومو أنو النكاحي أرشي نكاحك ماريك ونفقي جنكيا لقرز الكبر جنكي في كسبه لك صابتك يدري لا فيما معه نقل ماريك لقر داي وحجري لسدان راشك أو مع ربويتا صاحب قرزك. ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل مع ربرين عبديش كأوش حجري لسرب بإذن قولك يخوي باطلة بينك جنبك وقبولك ولقو ماربك وبإذنه صحيح بإذن قولك شي صحيحة أجاوله بو قولك يدرس إطلاق الإذن بمطلق إذن بدابرها رجنة شي لخو معرفك. وله تقييده بإمرأة أو قبيلة أو بلد بو شي هيا بو مقيد بكابري فرانا جنا يعني لفرانا عشيرتي يعني لفرانا شعري بينا كواب ولا يعدل عما أذن فيه كوي لك ناتو عن لقسي قولك خوي لابدات لشوية دري إذن دايا بجوري إذنكي جنكي لخو معرفك. والأصهر بفرمودي بهستر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح بو قولك دروزنيا ببي إذن جني لعبد خوي معرفك ولا عكسه هروها كويلش بويني جا بريتا قولك جنين بو بينا إجباري ليبكا يعني نقوره جبري لأكل جني لكويلي معرفك نقوره جتواني جبر لكويلي كيبكا جني بو خوبيني هيتش عم بينا أكلي. أما وله إجبار أمته بأي صفة كانت بو قوري دوستا ببي إذن زاليكي خوي بداتشو بهجار زاليكي بهر صفة شي بي كذبي بي وجن بي بالغ بي نبالغ بي هر شي هبي. أما فإن طلبت لم يلزمه تزويجها أجر زاليكي بخوي داواكر قوتي قورم مردم دوي بمردم دا لسلي واجبني بمردم دا. وقيل فرمودش بيس فرمويتي إن حرمت عليه اگر او زاریه لگوره که خوی حرام بو بهوی شرکوادنه یعن بهوی خزمایتیه وک زاریه که خوش چه خوی بی مثلا یعن پل چی بی او نوعانه بن لازیمه هو واجبه بمیردی دا چکه بو خوی حرام جماعی اگر که او زاریش حزیت چه جماعی که ابو واجبه بمیردی بدا. و اذا زوجها هر کاته گوره زاریه که خوی معرب که لکسه شدی فل اصح
أنه بالملك أو معرب رنا بملكاتيا لا بالولاية نكبة سرفرشكاري كواب فيزوج مسلم أمته الكافرة مسلمان زارية كافر كي خوي بملكاتي ماراكا وفاسق هلوها فاسقيش زارية كي خوي بملكاتي ماراكا ومكاتب أو كويلي نسرا وبيدراوش أوش ماريكا ولا يزوج ولي عبد صبي بو سرپرشکاری من دارکی دروزنیا جنه چه لا کویلی من دارکی معرب که چون ارشی معرکی نیز زیاد لسر زیاده بی اما او یزوج و امته فی الاصحی بو ولی من دارکی دروست زاریه من دارکی لکسه شیدی معرب که چکا معری یکا بنفع بو من دارکی دیتو و قازان زیتی فی الاصح لفرموده راستر ده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.